طيب بما اننا بنتكلم على الميه، شرب الميه برضو مش عارفه معتقد صح ولا غلط، شرب الميه الصبح السخنه على الريق، هي مش شرط سخنة مش سخنة، هي بيقولوا لا بيقولوا بتسد بتفتت النفس. الدهون. لا مفيش حاجة، هتنزل مرة واحدة تفتت لك الدهون، مفيش حاجة اسمها كده. الدهون دي هتتفتت زي ما قلنا بأربع حاجات رئيسيين: الأكل، النوم، الرياضة، شرب المية. لكن مفيش عامل واحد هو اللي هيأثر في الحاجة دي، يعني لازم كل هي العالم. بتسد النفس شوية، تخليكي نفسك جزعة مش عايز تاكلي فتشربي. لكن ما بتسيحش زي ما أنا ما بيقولوا بفضلهاش، لا غلط تمام، ما بتسيحش حاجة، مفيش حاجة تخش تسيح. زي مثلا بيقول لك انا هاكل هيخش يسرح المنطقه دي. انا مثلا سي عندي كوبايه دلوقتي، جبت فيها معلقه سكر ودوبتها، بتدوب في الكوبايه كلها ولا بتدوب في منطقه معينه؟ كلها. الكوبايه كلها، مفيش هتنزل تسيح لي الدهون في منطقه معينه، مفيش حاجه اسمها كده. يعني حضرتك برضو ضد فكرة الوجبات المعينة او لا ياكل الاكلات اللي هي ياكل صح. بتحسس الكرش او بتطلع عضلات او بص هو الحاجات دي. الكبش ده انا من وجهه نظري ده مشكلته كلها مع الانسولين، فانا مش هستفز الانسولين. بمعنى ايه؟ يعني مش هاخد نشويات ولا سكريات بكميه كبيره، فابتدي اخس من جزء مثلا البطن، الجزء السفلي، في ناس عندها مشاكل في الجزء العلوي، حسب المنطقه اللي هو محتاجها هيشتغل عليها. طبعا يشتغل عليها بالاكل طبعا، بالرياضه، بالنوم، قلنا بشرب الميه، يا اما طبعا في حاجات تانية زي الجهاز الكفايو، زي الكافيتيشن، الاجهزه اللي هي بتتخلص من الدهون، السمنه الموضعيه، ايا كان السمنه دي فين. في ناس طبعا بتتجه بقى لعمليات جراحيه، دي برضه بتتخلص من المنطقه بقى لا انت عايزه لها حلقه لوحدها اللي بالظبط.